خلوني اقول لحضراتكم تشكيل نادي الزمالك لسه نازل حالا لمباراه اليوم. هيبتدي نادي الزمالك في حراسه المرمى محمد عواد، الرباعي الخلفي من اليمين للشمال عمر جابر، اثنين في القلب حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، ناحيه الشمال محمود بنتايج، اثنين في قلب الملعب عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، قدامهم ناصر ماهر، اما الثلاثي الامامي فناحيه الشمال مصطفى شلبي، ناحيه اليمين احمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري فرود صريح. اما عن بدلاء نادي الزمالك لمباراه اليوم فمحمود الشناوي في حراسه المرمى، مصطفى الزناري، محمد حمدي، زياد كمال، محمد شحاته، كونراد مشلاك، محمود عبد الرازق شيكابالا، عمر فرج وناصر منسي.